أهلا بكم، سمعت قبل كده عن الرصد، طب تعرف إيه هو المكان المرصود؟ تعرف إن بعض الأشخاص أيضا بيكونوا مرصودين، وبعض المنازل أيضا بتكون مرصودة، وبعض الأماكن اللي بيكون موجود فيها السحر بتكون مرصودة، حتى لو السحر ده موجود في معدتك. لو أول مرة بتسمعني اضغط زر السبسكرايب وفعل الجرس، وخلونا مع بعض نبدأ، وركز معايا ودوس لايك. يلا نبدأ. عايزك تعرف يا أخي الكريم إن الرصد بيكون عبارة عن مجموعة من الشياطين، أو بيكون شيطان وبيشرف تحت من إيده شوية شياطين كده، فبيجي الشيطان ده يتبع الناس المسحورة عشان يشوف خدام السحر اللي موجودين فيهم. ها، صحتكم كويسة؟ محتاجين حاجة؟ في شيء ناقصكم؟ عايزين نجدد السحر؟ الشخص ماشي ازاي؟ طبائعه عاملة ايه؟ عشان يتابع نوع الضرر اللي انت تعرضت ليه، هل انت في اشد انواع الضرر ولا لا. فلو السحر مثلا عندك عايز يتجدد، فيروح الراصد ده او التابع ده للساحر ذات نفسه ويقول له اشتغل على فلان، لان هو ماشي ببرنامج علاجي كويس، وفلان ماشي على الرقية، فلان راجع للصلاة تاني، فلان ما بيأثرش فيه السحر، فيبدأ السحر ان هو يجدد السحر بتاعه. وما تستغربش، الراصد اللي هو بيكون تابع احيانا بيكون طبيب، واحيانا بيكون استشاري نفسي، واحيانا بيدي الخادم اللي بيكون ساكن في جسمك او الشيطان اللي بيكون ساكن في جسمك، يعني مثلا ايه، جرعه نشاط يحمسه. انت لو صبرت وقاومت في الجسد ده وحاولت انك انت تدمر له حياته واشتغلت كويس على تدميره، هتوصل معانا لدرجه عاليه جدا في مملكه ابليس. وده اللي الشياطين بتعمله، الشياطين دايما بتحمس بعضها البعض. عشان كده يا اخي الكريم لازم لما تمشي على برنامج علاجي يكون عندك حماس، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرك. الله عز وجل بيقول في كتابه العزيز: الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. في كتاب لقط المرجان للامام السيوطي، لما قرات عن موضوع الرصد او موضوع التابع، قال لك ان احيانا المكان بيكون مرصود، زي مثلا لما تكون ساكن في بيت فتعرض البيت ده للبيع، سبحان الله يجي لك مشتري واثنين وثلاثه ومحدش يشتري منك نهائيا، ولو جيت تبيعه ما تقدرش تبيعه الا بنص السعر، وياخده منك اي شخص تاني يبيع البيت ده بسعر مضاعف او يكسب فيه ضعف المبلغ اللي دفعه لك. او عندك مثلا مكان معين، فتبص تلاقي ان المكان المعين ده لا قادر تبيعه، ولا حتى المكان راضي يشتغل معاك، ومجرد ما تشيل رجلك منه وتمشي منه يجي شخص اخر ياخد المكان اللي انت كنت فيه ده، هو اللي ما بيكسبش ولا شغال ولا رابح، ويشتغل في نفس مجالك، وتبص تلاقي الدنيا اشتغلت معاه 10 على 10. ليه؟ لان هنا الرصد بيكون موجود حواليك، فبيعطل لك الدنيا كلها، بيعمل لك مشاكل في حياتك، بيضمن لك كل حاجة. فعشان كده يا اخي الكريم ما تستهزاش بمسألة الرصد من الجن، او ما تستهزاش بالجن ده، وعايزك تركز معي عشان هقول لك طريقة تمنع نفسك بيها وتحصن نفسك بيها من الرصد نهائيا، وما يقدرش يوصل ليك خالص، ما يقدرش حتى يشوفك ولا يعرف انت فين، ولا يقدر يتواصل مع الجن اللي بيكون موجود في جسمك. ولذلك عايزك تركز ايضا معايا وتفهم النقطة ديت، ويكون عقلك متفتح فيها. اوعك تستهزأ برصد الجن، احيانا الرصد ده ممكن يقتل، لانه بيكون اشد قوة من الجن اللي موجود في الجسد، وبيكون اشد عنفوان، زي الرصد اللي بيكون موجود على الاماكن المدفونة، وزي ايضا الرصد اللي كان موجود على قصر غمداء. قصر غمداء كان موجود في اليمن، وكان عليه رصد من الجن، وكان في مقولة نشرت عن الصحابة أو حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم أمر المؤمنين وغمداء في اليمن، أو قصر غمداء في اليمن. أنا ما تحققتش منها للأمانة العلمية. فعمر بن الخطاب هم إن هو يهد القصر ده، ولكن سبحان الله ما تيسرش ليه. جاء أحد الصحابة فهد القصر ده، فلما هدوا القصر لقوا حجرة كبيرة موجود عليها أثبت غمداء هادمك يقتل، وسبحان الله اللي أمر بهدم القصر استشهد من الصحابة. فعشان كده موضوع الرصد ده موضوع كبير جدا، لازم انك انت تكون على حذر منه، وعشان تحيل بينك وبين الرصد لازم تستعين بالله عز وجل أولا وأخرا. ثانيا يا أخي الكريم، هتحاول انك انت تتوضأ، وتحاول انك تقرأ قوله تعالى: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وقوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشعاعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. كل ده تقوله على كوباية مية، كل آية من الآيات ديت اقراها مثلا 21 مرة أو 41 مرة، وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، وبعد كده تشرب المية ديت لمدة 10 أيام أثناء البرنامج اللي أنت ماشي عليه في علاجك، ربنا سبحانه وتعالى يحيل بينك وبين الرصد. ده نوع من أنواع الرصد أنا حبيت إن أنا أتكلم عنه. فلو عجبك المقطع ده واستفدت منه، ما تنساش إنك أنت تدوس لايك وتضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس وتنشره لأصحابك وأصدقائك. ليكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم في أمان الله.